من قريني اعتبس فين؟ كنت عندها الاسبوع اللي فات، بقول لها ان انا جاي الان بانطونيوس، قالت لي سلم على ابونا يوستوس كتير. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة دلوقتي 11 يا ابونا. 11 امنا ايرين عارفها؟ اوه انت بس يا اخي عارف امنا ايريني؟ امنا ايرين عارفها؟ اوه ما تجيبش ليه؟ اصلها قديسه، اصلها تحبني قوي، ولي اخت هناك انا عندها، فقالت لي سلم على واتسك، قالت لي بلغك السلام بتاعها. خربانين اه، اصل حصلت لنا حادثه في السكه يا ابونا واحنا جايين امبارح، حصل حادثه في السكه. من عند البرومبل السواق ضرب عيل صغير، فتاخرنا في القسم امبارح كله، طول اليوم امبارح. فبعدين انا كنت ماسك السمك ولا غسلت. اه مرضيش. سلم عليك. الله يعلم حضرتك. من خطر يعني. انت تقول يعني ده. ما انا اصل جيت امبارح الحقيقه، كانت بيت جد بالليل قوي. جينا وصلنا الساعه 10 بالليل امبارح. مش عايز حاجه من اسكندريه يا ابونا؟ متشكر. صحيح. متشكر. طب ومن امنا ايرين من مصر؟ من امنا ايرين في مصر. عايز منها حاجه؟ انت حسن كان منك انت. انا رايح هنفوت عليها دلوقتي واحنا مروحين. عشان عيد ابو سيفين. طب بتذكر شعبك كل ده بتصل ايش؟ تقول كام الساعة؟ الساعة 11. لما ضربنا الوقت الاسم هناك في البرومبل، فقعدنا بقى كلهم قعدوا يعيطوا ويزعقوا ويصرخوا، كانوا مخدومين خضه جامده قوي قوي. فقلت لك تصلي لهم عشان خاطر يعني ربنا يشيل الخضه دي من عندهم. اه مش من الواجب. اه مش من الواجب يتخضوا. ما هو عدم ايمان. مش من الواجب يعني. يعني لو قلت لك صليت لهم يوم ربنا فعلا يعني يديهم فرح وتعزيه في حياتهم. يعني لا الأول. طب ممكن تصلي لهم يا ابونا عشان المخدودين. تعال 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 سلم على السواق يا ابونا والعمل الحادث. صلي لهم يا ابونا. سلم عليك. مش من الواجب. ليه مش من الواجب ليه؟ لا انا احس ماشي بس امشي على طول يعني. امشي على طول. انا كانش لازم نروح البوليس. انا كان مش على طول يا ابونا. كان مش على طول يا ابونا. اه يعني ما يمدش يقعد. طب الولد يا ابونا هيعيش ولا مش هيعيش؟ الولد اللي انضرب ده كيف علم ده؟ الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 11:05. 11:05.